حياكم الله. والآن إلى العالمية القديرة الأستاذة خديجة الوعل، راح تكون طبعا متواجدة لليوم الثاني لإم بي سي أكاديمي في تبوك وراح تقدم ورشة عمل. خديجة يعطيك العافية، شكرا لك على وجودك معنا. الله يعافيك وشكرا لكم تغطيتكم الجميلة واللي دايما عودتونا في الريادة والقيادة لمثل هالأمور، شكرا لكم. يعطيك العافية خدوج، احنا متعودين نتكلم مع خديجة يعني معودتنا بأنه دايما تعطينا بعض النصائح، سواء المقدمين الفويس اوفر، الاذاعيين، وحتى المذيعين المتخصصين بالتلفزيون. صحيح. على ايش راح تطمن اليوم بشكل مختصر؟ الورشة. انا ممتنه اليوم اني انا موجوده مع ام بي سي اكاديمي والهيئه العامه للترفيه في تجارب الاداء. اليوم الثاني في تجارب الاداء هقوم بورشه عمل اسمها صناعه المحتوى الاعلامي الرقمي. كل الناس محتاجين بهالفترة، خصوصا مع القفزة الرقمية اللي احنا فيها وثورة التكنولوجيا والتقنيات، محتاجين جدا على المحتوى الإعلامي، نعرف شلون نقدر نصنع محتوى إعلامي رقمي. فاليوم أنا مرة مبسوطة بالعدد الموجود، وإن شاء الله الحضور يكون ممتاز، وبنفس الوقت أتمنى أنه الاستفادة في النهاية، يعني استفادة منها أكيد رح نستفيد منك. يعطيك ألف عافية، شكرا لك خديجة، وأيضا شكرا لكل مستمعينا مشاهدينا. حنكون معاكم وهنكون مع ضيوفنا ولجنة التحكيم وأيضا المشاركين، لا تروحوا لبعيد.